نروح بقى مع حضراتكم بعد كده، وخبر برضو حزين إلى حد كبير. امبارح تعرض النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي لإصابة قوية في الرأس، استدعى إجراء هنا 6 غرز بعد لما اتعرض لضربة قوية من لاعب ويست هام خلال المباراة اللي جمعت الفريقين. ده كان في ختام منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي بريمير ليج. تريزيجيه زي ما حضراتكم شايفين يعني نزف دماء كتيرة جدا بعد تعرضه لضربة كانت قوية من لاعب ويست هام. بعدها حصل تريزيجيه بقى على ركلة جزاء لصالح فريق أستون فيلا، لكن أهدرها مهاجم الفريق في الدقيقة 74، وبعدها بقى تم استبدال النجم المصري. يعني بنتمنى لك كل الشفاء، وصورة معبرة بصراحة، واضح جدا إن هي ضربة كانت قوية جدا. ربنا يشفيه إن شاء الله، ربنا يشفيه عن قريب. وطبعا بكده بيتوقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 15، ليحتل بالتالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما رفع ويست هام رصيده للنقطة رقم 17 وأصبح في المركز الخامس. وبشكل عام المتصدر حتى هذه اللحظة هو توتنهام برصيد 21 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الوصيف، واللي بيتساوى معاه في نفس عدد النقاط.